هاد العام ما كاين ما يدير مع الكورونا وهاد المرض وما كاينش العراس وما كاينينش المناسبات. هاد الجهه اللي كاينه دابا والناس ترسو بزاف، كسابة ترسو بزاف، الحجاج ما كاينينش، الوليمات ما كاينينش، حاجه ما كان هاد العام رس بزاف. هاد العام كسابة ترسو اكثر من 75%، وما كاينش اللي يعوضهم. دابا الناس يترسو ما يعوضهم حتى شي واحد. تنعرفوا واحد العدد في القطاع كبير انه الناس انسحبوا منه ما بقوش خدامين فيه، انه ترسو مشاو سدوا الفيرمات ديالهم ومشاو بحالهم. ما كاينش اللي يحميهم، ما كاينش اللي يعاونهم، ما كاينش لا عوين لا في حتى في حاجه، لا في ماكله لا في فلوس لا في كل شيء. فلوس يتلاح، الماكله ما كاينش اللي ياخذها من الوزينات. انه واحد من ديال القدام غيكون واحد السبب كبير في الاقتصاد عندنا في هذا القطاع ديال الدواجن، انه الناس ترسو بزاف فيه. بالنسبة للثمن هذا العام طيح بزاف، طيح أكثر من 80%. أنه الناس يطلع عليهم الدجاج ب 10 دراهم 11 درهم، تيبيعوا ب 4 دراهم ونص 5 درهم باش تيبيعوا. والدجاجة الحمراء أنه تتباع تتراوح الثمن ديالها ما بين درهم حتى 5 دراهم. أنه الناس والبيض كل شيء طيح، حتى شي حاجة ما كاين اللي طالع دابا في القطاع كله. حنا كنطالبوا من السلطات المسؤولين في هذه البلاد يعتنوا بهذا القطاع اللي كيهز واحد الشريحة ديال الناس اللي هازين الاسر ديالهم منه، وفي الاخر ما كنلقاوش شي مسؤولين اللي كيجيو يراقبوا ولا يردوا البال ولا يعطوا للناس اهميه ديال هذا القطاع اللي هو حيوي، اللي كيهز واحد الشريعه كثيره ديال الناس اللي خدام هو عده مراحل، من الفلوس حتى البيع النهائي ديالو كيخدموا فيه واحد الناس كثار. انا الاسره ديالي دابا حنا ربعات الخوت خدامين في هذا القطاع وكنعانيو دابا، ما كاينش الدعم والو، حتى الدولة ما كاينه هيكلة لا في مسألة المارشينا لا في مسألة المحلات، ما كاينش هيكلة والو. كيجيو كيطبقوا عليك هذاك الشيء اللي بغاو، ما كاين اخويا والو. الدعم كيجي كيستافدوا منه الشركات الكبار. حنا الفئات الهشة ضرب تمارة وفي الاخر سير خاوي، ما كاين حتى حاجة. هذا هو اللي كاين اخويا. ديما خدام في البطوال كنت نصور رواج، وهذه دابا ممكن ما يداش.